وانت جاي النادي الاهلي، انت كان مين كان معاك وكيل المفروض؟ كنت انا، لا كنت انا جاي انا ومحمد فاروق وباسم علي طبعا. وانت جاي النادي الاهلي انا فاكر كان الكابتن تامر، كان في كلام مع والزمالك، والزمالك عايز محمد عايز، هل كان الزمالك فعلا عايزك ولا دي كانت لعبه؟ لا هو كان الكابتن تامر النحاس هو الوكيل بتاعي، فقعدت عادي مع احمد مرتضى في البيت عنده وابو اللي احنا عايزينك والكلام ده، كان ساعتها ما فيش اهلي. فقلت له انا اكيد انا اهلاوي عمدا عشان يبقى اتفاق بيني وبين حضرتك، والكابتن تامر كان موجود يعني. ممكن حضرتك دي برضه دي جرأة منك، مش جرأة ولا حاجة، راح تمضي مع الزمالك وتقول انا اهلاوي. انا يعني انا الحمد لله الله يرحمه والدي، هو خليك صريح تربيتي على كده. لو يعني هو ابويا كان قايل لي حاجة كده على طول في ودني، لو الحق ده يعني هيخليك تموت او تغرق، لا قوله وسيبها على الله، بعد كده كل حاجه هتيجي. فانت قلت له انا اهلاوي، فانا قلت له انا اهلاوي وعادي انا ما عنديش مشكله العب في النادي، بس عشان ما يجيش حد بعد كده يتقال كذا فيبقى الضغط عليا انا. وانا برضو مش عارف اطلع اقول انا زملكاوي ابن زملكاوي، ومش هطلع في برامج اول حاجه. فقال لي ما فيش مشكله، انت عجبتني وكمان انت من المنصوره فانت جاري ومش وانا مبسوط ان انت عملت كده، فانت امضي العقود. كابتن تامر قال له لا مش هينفع يمضي عقود لانه لسه سنتين في المقاولين، تمام، فهنخلص الموضوع معاه. فلما رحت النادي بعد تقريبا يومين كده لقيت الكابتن علاء عبد الصادق بيتصل بيا. بصراحه انا كنت ساعتها يعني الاسم على طول متردد في ودني ان هو مسؤول في انبي، ما كنتش اعرف ان الكابتن علاء موجود في النادي الاهلي. كان لسه كابتن يعني، عشان كان كابتن علاء عبد الصادق قعد فتره اسمه مرتبط على طول بامبي طبعا، فانا على طول حافظ بكده. فهو بيتصل بيا بيقول لي انا الكابتن علاء عبد الصادق، فانا عايزك تيجي تقعد معايا، انت كابتن تحت امرك مش عارف ايه. قال لي طب خلاص ابعت لك عربيه عند نادي المقاولين وتيجي لي. قلت له كابتن اللي حضرتك عايزه حاضر. رحت ودخلت البيت عنده في التجمع. رزق انا عايزك تروح الاهلي. طب كابتن سؤال بس معلش انا اسف، انا يمكن في الكوره يعني مش من اللي هو بيقعد يتابع وده بيروح فين وده بيجي. انت رايح تقعد معاه اللي هو مسؤول انبي. فقلت له يا كابتن حضرتك مش المفروض في انبي. قال لي انت لسه فاكر كده، انا دلوقتي موجود في النادي. تحب تلعب في الاهلي؟ قلت له اكيد طبعا، ده حلم حياتي انا واهلي واصحابي وكده. قال لي طيب تحب تاخد كام؟ قلت له يا كابتن انا في حاجه حصلت، حصل كذا كذا، والكابتن تامر كان معايا. قال لي مالكش دعوه باي حاجه، انت مضيت عقود؟ قلت له لا. قال لي طيب تبقى عايز كام؟ قلت له لا، انا هروح النادي الاهلي وبعد كده موضوع الفلوس حضرتك حطه زي ما انت عايز. قال لي طب خلاص امضي العقود. مضيت العقود ومشيت. مش معنى المره دي مضيت على طول، هو طلب معايا ان انا امضي وانا كنت لوحدي ساعتها، يعني الكابتن تامر لما كان معايا قال له ايه، انا بالنسبه لي استمر لمسؤول الزمالك. لا. قال له لا مش هيمضي عشان لسه مرتبط بالمقاولين، لكن مع النادي الاهلي بس انا ما كنتش انا يعني عارف ان ممكن يحصل مشكله، يعني الكابتن تامر ما كانش مفهمني. قال لي انا باجل معاك عشان بتوع النادي برضه نستاذنهم، فما كانش في دماغي الموضوع ان هو مشكله. انت اول ما اتقال لك اهلي فمضيت هو اول ما قال لي قمت ماضي، ما فكرتش، مضيت وبصمت ومشيت على طول وخلاص ونسيت الموضوع. هو اتفق معايا ان مفيش مخلوق يعرف. والدي الله يرحمه ووالدتي ربنا يديها الصحة، جت في مرة كده أصحابي بيقول لها ابنك هيروح سموحة والناس بتتكلم عليه مش عارف إيه. قالت لهم أنا حلمت إن محمد هيروح الأهلي، فمحدش يخليه يروح يمضي. فبقول لها يا ست أنا خلاص خلصت في سموحة وهروح بقى اسكندرية. قالت لي قول لهم اصبروا أسبوع عشان أنا حلمت إمبارح إن أنت هتلعب في الأهلي. ما كانتش عارفة إن أنت محدش يعرف. فانا ببص لها وبضحك مش عايز اقول لها اللي هو انت خلاص انا مضيت، انا مضيت الحلم اتحقق. الحلم بتاعك اتحقق. فسكت وعادي وبعدها الدوري خلص. لقيتهم بيتصلوا بقى في النادي تعال عايزينك. ما فيش حاجه، احنا لسه مخلصين الدوري والدنيا تمام. فعادي ابوه بيقول لي فين، قلت له ما فيش، النادي عندنا في المقاولين عايزيني. ركبت وسافرت. ببص لقيت بتوع النادي حاطين بنرات لينا بالصور انا وفاروق وباسم على بوابه نادي المقاولين. الله، انا مصدوم مش مصدق. لقيتهم خدوني من على البوابه طلعوني الاستاد، عاملين المؤتمر والكابتن علاء عبد الصادق مبروك. مبروك عليا يا كابتن. قال لي مبروك عليه، احنا خلصناك يا ابني خلاص في الاهلي. قلت له يا كابتن ما تهزر. قال لي دي ما فيهاش هزار، انت بقيت لعيب في النادي الاهلي دلوقتي. قلت له طب بص هبعت لابويا رساله بس. قال لي احنا هنطلع على الهوا دلوقتي. فهو انا قاعد وبنمضي العقود
بعت لابويا رساله قلت له افتح قناه الاهلي انا مضيت. اللحظه دي بس انا اساسا والدي الله يرحمه يعني مش عارف هو دعا دعوه وانا صغير يعني حسيت ان هو حياته كانت مرتبطه بالدعوه دي. هو قال لي انا نفسي اشوفك تروح الاهلي وبعدها اموت. رحت الاهلي وخدت السوبر وخدت بطوله افريقيا وابويا توفى. سبحان الله، الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه.